مناسبة باش نهني الطلبة الفوجين ديال 2022 و 2023 بالنجاح ديالهم بهذا العمل الكبير اللي قاموا به بهذه السنوات. نهني كذلك الآباء والأمهات اللي رافقوهم في هذا المسار اللي غادي يخليهم إن شاء الله باش يكونوا في المستقبل يعني من الأطر الكبار ديال الإدارة ديالنا لا تعول عليها الإدارة ويعول عليها الوطن ديالنا وبلادنا. هنيئا لكم بالعمل اللي قمتوا به. أنا جد فرح أنه أول مرة يعني كنحضر معكم لهذا يعني المسار الجديد، وكنهني بهذه المناسبة السيدة المديرة العامة أولا ديالها بالثقة وكذلك بالعمل وبالدينامية اللي بدأتها نحو تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة أحسن وأحسن وأحسن إن شاء الله في المستقبل. إحنا الإدارة ديالنا في حاجة لشباب، الإدارة ديالنا في حاجة لأطر وكفاءات، لأنه إدارة حتى هي خصها تبدل وخصها تحسن وخص يكون فيها الإصلاح. والإصلاح كيجي أولا بالموارد البشرية اللي أنتم اليوم قطعتوا أشواط كبيرة في حياتكم، واللي إن شاء الله غادي تهديوا كل ما علمتكم البلاد أنه تأتيه الإدارة ديالكم. لأنه اللي كنتكلم على الإدارة كنتكلموا على المواطنين وكنتكلموا على السيرفيس غوندين بالنسبة للمواطن. بلادنا خصها ديجيتاليزاسيون، بلادنا خصها أنه يعني جميع المقومات ديال الاستراتيجيات لا هي القطاعية ولا الاستراتيجيات اللي كتهم بلادنا يكون فيها واحد التكامل، يكون فيها التقييم، يكون فيها التجديد، باش نعطيو ما يمكن للمواطن من نتائج ما يعني اللي يقدر يحس بها ويحس بالتحويل اللي يمكن يكون في المستقبل. وهذه مدرسة اللي يمكن تعطي هذا الأطر اللي يمكن يجيبوا لنا هذا التحويل إن شاء الله في المستقبل، وكنعولوا عليكم. وأنا متيقن بأنه السيدة المديرة والأطر والأساتذة اللي كيشتغلوا يعني كلهم داخل هذه المؤسسة بأنه غادي يجيبوا الجديد وغادي يحولوها ويطلعوا إن شاء الله لو نومبر ديال ليتيديون في المستقبل، ويعطيوا آفاق اللي هي واعدة يعني الطموحات اللي هي أكبر في المستقبل إن شاء الله. فأنا جد سعيد أنه حضوري كاين مع السادة الوزراء اللي حاضرين معايا، وكذلك مع كنشوف اللي حضر معنا المدراء اللي هما جد مهمين يعني داخل الإدارة ديالنا واللي قطعوا أشواط حتى هما في هذا الإصلاح ديال الإدارة، وأنهم بغاو باش يحضروا معنا اليوم في هذا يعني لا غوميز دي ديبلوم اللي هي بونو يعني مرحلة اللي هي كنعرفوها كنا دزنا منها أساسية بالنسبة للحياة. فكنتمنى لكم النجاح، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم أنكم إن شاء الله تساهموا يعني في التغيير ديال بلادكم وفي التطوير ديال البلاد نحو الأفضل. اللي تكلمت مع السيدة المديرة نهار التعيين ديالها اللي طلبت من السادة الوزراء كذلك أنهم يبدأوا يجيوا حضروا معكم مرة مرة هنا في واحد الاجتماعات ويلقيوا العروض ديالهم يعني باش كل واحد يتكلم على الأفاق ديال الديبارتومون ديالو على كيفاش كيشوف التدبير الحكومي. لازم أن هذه المدرسة يعني أنها تفتح يعني الأطر الاقتصادية، تفتح الأطر ديال الحكومة، تفتح الأطر السياسية. هنيئا لكم، هنيئا لكم، والله يعاونكم والنجاح إن شاء الله.